الله عرفته. ما ودكم نسمع البادي هوي القرعاوي اللي للي للفن الجميل هاوي؟ ما ودكم نسمع للبادي والقرعاوي اللي صوتهم للقلب يداوي؟ ما ودكم نسمع الحصيني كامل الوصف والزيني؟ تفضلوا. ايه من ضمن المجموعة. خلاص حلقة الـ200 احنا جايين انا وابو عبد العزيز قلنا لا يصلح نشيله يشيله الصراحة، لازم شيله مميزة. يا سلام. فهذا لحن عنيزاوي على قطاري اللحن. يا سلام. هذا لحن قديم من الحان الشيبان الاولى. يا سلام. كلمات الشاعر عبد العزيز ابراهيم السليم رحمة الله عليه. امين. وهو من الالحان الحقيقية، ما هو براقص ولا هو بطربي لكنه خاثر. خاثر خاثر ايه الخطر يعني رايب. وعلمونا رايكم عقب ما تسمعون. طيب راينا ما يحتاج على ما قال عبد العزيز. لا 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 مو ما يحتاج. يقول نسمع بعدين نحكم. يا حمام يجر الصوت صوت النداء ويرفع الصوت ويجاوب حمام يغني والحمام لا ناحت تجاوب حمام والمشقة من الفرقة قالوا لك الناس خاما وما رجيت العصور اللي مضى بيض الله وجهك ابو حسيني. بيض الله وجهك الحسيني الحقيقه. اداء جميل اداء مميز. بيض الله وجهك صراحه. ودنا تعيد لنا اول بيت يا الحسيني الله لحالك بس بدون ما يكون معك. لا بس الكورال ما نبغاه معك نبغاك انت لحالك. حلقي بحه شوي ولا اقدر. لا نبغاه بالبحه. نبغاه بالبحه الله يعافيك. يا طل شو اصبر 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 ايوه لا يبون الجمهور يبون إعادة بيت منك بيت واحد بس اللي قالوه. يا رجال ما من يجرى شغلت انا تراك من غير يقول كذا ما ادري شو القصه. فكرني شغال شيء تفاعل هذا اسمه التفاعل. لا وليته حركه وليته فكه يعني اما الكاميرا تاخذ ذا ويسد عليهم كله ذا يعني حوسنا على حوسه. الله يبيض وجيهكم يسعدكم ويبارك فيكم. يدل على انه متفاعل مع الكورال اللي هو الكورال. اي الكورال الله يبيض وجهكم. اي جمال تقدمونه. ذكرني ابو محمد. الله يبيض وجهنا كلنا. ابو محمد ذكرني بالموظف اللي يرجع على ظهور الاخوان الموظفين.